بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. بإذن الله هنشتغل نيوميريكال، بس نتين سأل فلسطين بالدعاء ربنا ينصرهم وينتم اليهود يا رب العالمين. في النيوميريكال عندنا النيوميريكال دي اتعملت أصلا لسبب معين اسمه إن إحنا أساسا في معادلات نون لينير، معادلات بتكون أكتر من مجهول. يعني إيه؟ مثلا عندي معادلة أربع، يعني أربع مجاهيل في أربع مجاهيل، أربع معادلات في أربع مجاهيل، خمس معادلات في خمس مجاهيل. شفناها السنة اللي فاتت ثانية مثلا في الهيت ترانسفير كان بيطلع لنا 8 معادلات في 8 مجاهيل. كنا عشان نعملها كنا بنعملها بترايل اند ايرور، كان موضوع كبير جدا عشان نعملها. فطبعا ديت هتسهل لنا، بس الاول بس هنشتغل في النون لينير. النون لينير لما كنا مثلا بنشتغل في الرياضة كنا بنقول لك هوموجينيوس مش عارف ايه وكلام من ديت، ونوصل للمعادلة نون لينير فمش عارف احلها، اقف لحد هنا. هنا في المادة دي هتشتغلي ان انت تعرف تحلها. في ثلاث طرق، اول حاجة في طريقة اسمها براكتنج، في طريقة جرافيكال، في طريقة الاوبن ميثود. تمام. طريقة البراكتنج هناخد منها الباي سيكشن. والاوبن ميثود هناخد منها نيوتن رافسون. وهناخد منها السيك. تمام؟ هنشتغل دلوقتي في الايه؟ في الباي سيكشن. الباي سيكشن عندي بيكون مديني مثلا معادلة نون لينير. المعادلة دي مثلا ايه؟ اسمها الاف اوف اكس. بتساوي x اس 4 ماينس x تكعيب زائد 2 x تربيع زائد 10 مثلا. تمام؟ باجي اعوض في المعادله دي، بيديني قيمتين برضه، بيديني حاجه اسمها الابر ليميت، اسف الاكس لور والاكس ابر. تمام؟ بعوض واجيب حاجه اسمها الاف اوف اكس لور والاف اوف اكس ابر. تمام؟ قبل ما ابدا اروح اعمل حاجه اسمها تشيك. تشيك دي اعمل ايه؟ اضرب اف اوف اكس لور في اف اوف اكس ابر. لازم تطلع عندي عشان اكمل اصلا، لازم تطلع عندي اصغر من الصفر. تمام؟ طب لو طلعت اكبر من الصفر ما فيش بينهم رود. طب لو طلعت بتساوي صفر هنا الرود. تمام؟ فاحنا هتطلع معانا اقل من الصفر. في مره جابها الدكتور طلعت معانا اكبر من الصفر وانا مش هكمل. تمام؟ فاهم حاجه اعمل ايه؟ اعمل الشيك دي، هي هتبان معايا، هتطلع واحده منهم بايه؟ بسالب والثانيه بموجب. تمام؟ جابها في مره في امتحان ان طلعت معاهم اكبر من الصفر وهم مش كملوا، للاسف الناس كملت على انها اصغر من الصفر وراحوا جابوا الاكس ميل على طول ومن غير عمليه الايه؟ شيك. تمام؟ بعدها بروح اجيب حاجه اسمها الايه؟ الاكس ميل. الاكس ميل دي بتساوي الاكس لور بلس اكس ابر على 2. تمام؟ بعد ما اجيب الاكس ميل بروح اجيب اف اوف اكس مين. تمام؟ وعوض هيطلع معايا قيمه. القيمه دي هروح اضرب الاف اوف اكس مين في الاف اوف اكس لور اللي هنا، قيمه الاف اوف اكس لور اللي طلعت معايا هنا، يعني هضرب المثلث في المربع. هتطلع معايا برضو حاجه من ثلاث حاجات، لو طلعت بتساوي صفر فهنا ده الروت. طب لو طلعت اكبر من الصفر ليها حاله، ولو طلعت اصغر من الصفر ليها حاله. تعالى الاول لو طلعت اصغر من الصفر، اصغر من الصفر ساعتها اعتبر الاكس لور هي الاكس لور، والاكس مين الاكس ابر بتساوي الاكس مين. تمام؟ طب لو طلعت اكبر، ديت اكبر من الصفر، اصغر من الصفر. طب لو طلعت اكبر من الصفر هيبقى الاكس لور بتساوي الاكس مين، والاكس ابر بيساوي الاكس ابر. لحد هنا الكلام واضح؟ تمام. طب ايه؟
ماشي، انا هوضحها لك دلوقتي. حد عايز يفهم؟ بص احنا عايزين مثال وانت كاتب. ما اعتقدش الطابور هتفهم. مش عارف، بس عموما بس انا هرسم رسمه بس معينه. احنا عندنا هنا، بص عشان بس تفهم الموضوع ده، لو انا عندي ده كده الاكس لوب، تمام، ده كده الاكس اب، انا جبت هنا الاكس مين، تمام، حاصل ضرب الاثنين دول طلع بيساوي سالب اللي هو اقل من الصفر، معنى كده ان ايه؟ ان الروت وقع هنا، تمام، ان الروت وقع هنا. طب لو طلعت اصلا اكبر من الصفر وطلع حاصل ضربهم اكبر من الصفر، معنى كده ان الروت مش هنا، الروت الناحيه الثانيه، تمام، يبقى ساعتها لو طلعت اقل من الصفر، حط الخط ده قدامك دايما في الامتحان، لو طلعت اقل من الصفر اللي هي سالب، الاكس لور هتبقى الاكس لور، الاكس ابر يعني الجزء ده مش معايا، يبقى الاكس لور هي الاكس لور، الاكس ابر هي الاكس مين. طب لو طلعت اكبر من الصفر، معنى كده ان الاكس مين بقت الاكس لور، الاكس ابر هي الاكس ابر، تمام. حد هنا الكلام واضح؟ تمام. بعد كده، بعد ما خلصت هنا، بروح اجيب حاجه تاني برضو اسمها الاكس مين تاني، اروح اجيب الاكس مين تاني اللي هي تبقى نيو، تمام، هتبقى الاكس لور الجديده زائد الاكس ابر الجديده على 2، تمام. الاكس مين نيو هي برضو نفس قانون الاكس مين، بيساوي الاكس لور الجديده زائد الاكس ابر الجديده على 2. اروح اجيب الاف اوف اكس مين تاني، تمام، اعوض. طلعت معايا مثلا وليكن دايره، قيمه دايره، اعوض في المعادله اللي هي المعادله الاف اوف اكس اللي هو مديها لي في الامتحان، تمام. بعد كده اروح اجيب الاف اوف اكس مين في الاف اوف اكس لور، اف اوف اكس مين الجديده في الاف اوف اكس لور الجديده، ايا كان هتطلع في الحاله ديت من انهي واحده من دول، تمام. نفترض ان هي طلعت اقل من الصفر، فانا تقريبا هشتغل بالايه؟ بالاكس لور دي، تمام؟ يعني نفترض ان هي طلعت اقل من الصفر، يبقى انا هشتغل بالايه؟ بدي. يبقى هضرب المثلث في الدايره، هيطلع معايا قيمه، وليكن طلعت معايا مربع تاني، طلع معايا مربع قبل كده، مش مشكله. افترض طلع معايا الشكل الغريب ده، تمام؟ هروح هنا طلع معايا قيمه، تمام؟ لو طلعت برضو نفس النظام، في موجب وسالب وصفر، اكبر من الصفر واصغر من الصفر وايه بتساوي صفر، روت نفس النظام اللي هناك، نفس النظام اللي هناك، بروح اجيب حاجه اسمها ايه؟ السيجما ايه. هنا تبدا حاجه اسمها ايه؟ السيجما ايه بتساوي ايه؟ دي ابسوليوت، عشان القيمه هنا هتبقى ابسوليوت، تمام، بتساوي الاكس مين نيو ماينس الاكس مين اولد على الاكس مين نيو. الكلام ده في 100، هيطلع معايا قيمه في ال 100، تمام. دي اللي بتحدد لي اف امتى، اف امتى يعني ايه؟ ديت لو هو بيديني مثلا حاجه اسمها ستوب كريتيريا اللي هي السيجما الاس، بيديها لي بقيمه في الميه، لو قال لي مثلا انا عايز اقف عند ايه؟ 3%، لازم تطلع السيجما ايه اقل من السيجما اس، تطلع اقل من الايه؟ ستوب كريتيريا. مثلا لازم تطلع اقل، مثلا لازم تطلع 2.9، تمام، ده انا والبرنامج هو بقى بيشتغل لوحده وحاجات تانية. احنا هنا في ايه؟ في الطرق اللي احنا بنشتغل فيها بداية، تمام. حد هنا الموضوع واضح؟ برجع برضو اجيب الاكس مين الجديد، برضو نفس النظام، وده ان اقرر العملية دي لحد ما اوصل لايه؟ ان السيجما ايه اقل من السيجما اس، او بيديني عدد من الاتريشن، يقول لي مثلا عايز بعد 4 اتريشن وعملها في ميد 2021 تقريبا او 2019 حاجه زي كده. هو بيحدد لي الاكتر، يا اما
كم مرة تعمل الموضوع ده؟ كم مرة تكرره؟ تمام؟ ما انا فاكر انا شفت الميد بتاع السنه بتاع 2019 بس. تمام، ممكن يحددها لك او يديك ستوب كريتيريا او بيديك معادله كده. بيديك معادله تقريبا اسمها ايه؟ بتكون نص في 10 اس 2 ناقص ان، السيجما اس بتساوي نص في 10 اس 2 ناقص ان في المية. طبعا بتديك مثلا ممكن تديك قيمه ال ان وانت هتحسب منها السيجما اس اللي انت هتقف عندها. تمام، ده في الامتحان، لكن في الحقيقه انت اللي بتعمل الحاجه دي، انت اللي عايز انت تقف امتى. انت ممكن تقول للبرنامج انا عايز بعد بوينت او 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 5، ده انا عايزك تجيب لي قيمه الايرور يكون كده. تمام، ندخل في مثال بقى عشان نفهم ايه الموضوع. حد عايز يعرف اول مثال معايا في المحاضره؟ قال لي ان عندي الكوره متغطسه في ميه. تمام، نصف قطر الكوره دي ار بيساوي 5.5 سنتيمتر. تمام، واداني السبيسيفيك جرافيتي. تمام، مش عايزها في الموضوع. اداني معادله عشان احسب منها ايه طول اتش اللي متغرق في الميه دي، اكس تكعيب ناقص 165 من 1000 اكس تربيع زائد 3.993 في 10 سالب 4 بيساوي صفر. تمام، دي المعادله اللي اداها لي. تمام، هنا في المثال ده انا اللي هحدد ايه الاكس لور والاكس ابر. تمام، بسم الله. تمام، الكرة دي عمرها ما هتعدي الاثنين ار في التغريب. انا مش عارف هي سنتي ولا متر ايا كان. هو المفروض دي متر في البتاع تقريبا، ايا كان مش مشكله فيها. تمام، المفروض متر لان الرساله هتشتغل على الرقم ده. تمام، عمر البتاعه دي ما هتعدي انها هتقل عن الصفر، يعني الاوبتيمم هنا. تمام، عمر ما هتقل عن الصفر، فالاكس لور اعتبره بصفر، وبرده مش هتعدي الاثنين ار. هي مش هتعدي الاثنين ار، ممكن تعدي نص القطر بس مش هتعدي الاثنين ار. فهقول ان الاكس ابر بتساوي 2 ار بتساوي 11 من 100. تمام، كده انا جبت الاكس لور والاكس ايه ابر، اروح اجيب الايه الاف اوف اكس لور بتساوي 2 ار 2 الرقم ده ار يعني 5.5 متر. تمام، هروح اعوض فين المعادله دي؟ هيبقى عندي صفر تكعيب ماينس 0.165 في صفر تربيع زائد 3.993 في 10 سالب 4 بيساوي، تطلع 3.993 في 10 سالب 4. دي قيمه الايه؟ الاف اوف اكس لور. اروح اجيب الايه؟ الاف اوف اكس ابر بتساوي 11 من 100 تكعيب ماينس 1.56 في 11 من 100 تربيع زائد 3.993 في 10 سالب 4. القيمه دي هتطلع معايا سالب 2.662 في 10 سالب 4.
قيمة موجب وقيمة سالبة، حصل ضربهم قيمة سالبة يبقى أقل من الصفر. إذن هنا في جذر، هروح أجيب الإيه؟ الإكس مين بتاع ده الإكس مين بتساوي الإكس لور بلس إكس أبر على 2، يعني بتساوي 0 زائد 11 من 100 على 2 بتساوي 55 من 1000 55 من 1000. تمام؟ أروح أعوض أجيب الإيه؟ إف أوف إكس مين بتساوي 55 من 100 تكعيب ماينس 0.165 في 55 من 100 تربيع زائد 3.993 في 10 سالب 4. القيمة دي هتطلع معايا 6.655 في 10 سالب 5. تمام؟ هروح اعمل ايه؟ هجيب f of x lower في ال f of x mean. تمام؟ اهي f of x lower في ال f of x mean. تمام؟ هتطلع معايا قيمة ال f of x lower طلع معايا كام؟ سالب بوينت 2، لا اسف، موجب بوينت 3.993 في 10 سالب 4 في 6.65 10 سالب 5، تطلع معايا قيمة موجبة يعني أكبر من الصفر. معنى الكلام ده إيه؟ أكبر من الصفر يعني الإكس لور بتساوي الإكس مين اللي هي بتساوي 55 من 1000، والإكس أبر بتساوي الإكس أبر اللي هي بتساوي 11 من 100. تمام؟ وبكتب دي عشان مش توهك، أنت بتقف لحد هنا. تمام؟ أجيب إيه بقى؟ أروح أجيب تاني الإكس مين، سميها كده في حتة 2 عشان مش تتوه. تمام؟ سميها 2 عشان مش تتوه، اللي هي إكس لور الجديدة اللي هي 55 من 1000 بلس 11 من 100 على 2. القيمة دي هتطلع معايا 0.825. هروح أعوض أجيب الـ f of x مين 2 تساوي، هعوض برضه نفس القيمة دي في المعادلة دي، عشان دلنا نكتب هتطلع كام؟ سالب 1.6 6 2 2 في 10 سالب 4. هروح اجيب ايه؟ f of x lower في ال f of x مين 2 بتساوي القيمة دي سالب 1.622 في 10 سالب 4 في القيمة بتاعة الـ f of x lower اللي هي كانت عندي الـ x مين التانية اللي هي دي 6.655 في 10 سالب 5 موجب في سالب، موجب قيمة موجبة في قيمة سالبة، تطلع معايا قيمة سالبة أقل من الصفر. معنى الكلام ده إيه؟ إن الـ x lower الجديدة بتساوي الـ x lower القديمة اللي هي 0.55 من 1000. تمام؟ والـ x upper الجديدة بتساوي الـ x mean اللي أنا كنت جبتها اللي هي 2 اللي هي بتساوي 0.825. حد هنا الكلام واضح؟ تمام. أروح أجيب إيه تاني؟ الـ x mean لا بعد الخطوة دي لحظة اكس مين 2 اكس مين 1 اسف لا لا بعد هنا نجيب سيجمنت
تمام، هنجيب سيجما ايه، اسف انا نسيت. تمام، بيساوي اكس مين نيو اللي هي اكس مين 2 ناقص اكس مين اول اللي هي اكس مين 1 على اكس مين نيو اللي هي اكس مين 2، كل ده قيمه ابسوليوت في 100، يعني بتساوي اكس مين اللي هي الجديده فين؟ اكس مين الجديده 2 اهي 8 2 5 ناقص اكس مين القديمه 1 اهي 55 من 100، 55 من 1000 اسف. تمام، كل ده هنضربه في 100، مش تنسى هنا على اكس مين النيو. تمام، القيمه دي هتطلع معايا 33.33 في 100. تمام، ده رقم كبير. هو في المساله دي ما حددليش الايتريشن ولا حدد لي اي حاجه، ده هو كان سايبني كده اشتغل لحد ايه. نعم، حد عارف حاجه في الموضوع ده؟ تمام، انا وصلت لحد فين؟ حد الاكس ايه، اروح اجيب مين؟ الاكس مين 3 هي الجديده بتساوي اكس لور اللي هي 55 من 1000 بلس اكس مين اكس ابر اللي هي 0.825 على 2. القيمه دي هتطلع معايا 0.06875. تمام، حد هنا حاجه؟ روح اعوض تاني اكس مين 3 تساوي، هعوض فين؟ في المعادلة دي، معادلة الاف اوف اكس دي، هعوض هنا بقيمة الايه؟ الاكس مين دي، هتطلع معايا القيمة سالب 5.563 في 10 سالب 5. تمام؟ أروح أجيب ايه؟ اف اوف اكس مين 3 في الاف اوف اكس لور اللي قبلها. تمام، نجيب اف اوف اكس مين 3 سالب 0.5563 في 10 اس سالب 5. تمام، في الاف اوف اكس لور. تمام، اكس لور هنا عندي 55 من 100 اللي هي فين؟ اللي هي دي اللي هي فين؟ ستة بوينت ستة خمس خمسة في عشرة سالب خمسة. تمام، موجب في سالب هتطلع معايا قيمة سالبة يعني أقل من الصفر، نفس الحوار اكس لور هتساوي الاكس لور اللي هي 55 من 1000، والاكس ابر هتساوي الاكس مين 3 اللي هي هتساوي كام؟ 0.06875. اروح اعيد نفس الكلام، اروح اجيب ايه؟ سيجما الاي بتساوي، سيجما الاي بتساوي اكس مين نيو، اكس مين نيو عند اللي هي ايه؟ تلاتة ستة تمانية سبعة خمسة ماينس اكس مين اللي قبلها؟ اكس مين اللي قبلها اللي هي دي 0.0825 على اكس مين نيو بوينت دي ستة صح؟ ستة ستة تمانية سبعة خمسة في 100، هتطلع معايا القيمة دي 19 تقريبا أو 20%. تمام، قال لنا نسبة 13% 13% اه 13%. تمام، هاخد نفس الكلام اهي، راح اجيب الاكس مين، راح اجيب الاكس مين 4 وعوض واطلع نفس الحوار، اداني شغال نفس الكلام. الايتريشن اعتقد هتبدا من هنا، انا هسال الدكتور فيها بس هي تقريبا هتبدا من هنا.
اعتقد هتبدا من اول اف اف اكس مين، بس انا هساله فيها، انا كنت عايز اساله فيها من الثلاث اللي فات بس هو كان غايب. تمام. فاي حاجه مفهوم مش مفهومه في الباي سيكشن الجدول كويس وبيسهل، بس لو غلطت غلطه واحده الدكتور بيعمل لك كده وانا ما اعرفكش. فالخطوات لو غلطت خدت حاجات، خدت درجات، واحنا عارفين الدكتور محمد على ايه. دكتور محمد بيدي على الخطوات ويمشي معاك على الغلط، لكن لو غلطت في الجدول هو شاف منك خطوات يبقى صفر يا معلم، ده يندك ربع الدرجه يبقى كويس. فاي حاجه مش مفهومه في الباي سيكشن. تمام. لحد ما اوصل لان السيجما ايه، ان السيجما ايه، مش الوقت يخلص، انت عندك ثلاث مسائل او مسالتين في الميد تيرم، ثلاث مسائل السيجما ايه تكون اقل من السيجما اس، او يديني عدد اتريشن مثلا. دي كده نهايه المساله، دي كده تبقى نهايه المساله اللي هي لسه مش خلصت هنا، بس المفروض تكمل. تمام. خلصنا هنا. تمام. خش بقى على النوع الثاني. اول سؤال في غالبا يعني اول سؤال في الامتحان. تمام. نخش بقى على الطريقه الثانيه وهي الاوبن ميثود. تمام. اللي هي فيها ايه، طريقتين، النيوتن رافسون والسيكنت. تمام. والنيوتن رافسون والسيكنت اسهل بكتير جدا 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 من طريقه الباي سيكشن، اسهل بكتير وبتخلص بسرعه، بس مشكلتها ان انت هتحفظ قوانين، مشكلتها ان انت هتحفظ قوانين. تمام. الاوبن ميثود عندي منها الايه؟ هنشتغل النيوتن. نيوتن رافسون. تمام؟ نيوتن رافسون القانون بتاعها بيقول ان الاكس اي زائد واحد يساوي اكس اي ماينس اف اوف اكس اي على اف اوف اكس اي داش. تمام. ده كده الايه؟ القانون اللي موجود عندي. و سيجما ايه بتساوي اكس واحد ماينس اكس اكس نود على اكس واحد في المية، هي نفس الموضوع، هي نفس موضوع اللي هناك، اكس نيو ناقص اكس وون على اكس نيو. تمام. بس الاكس المرات بتجيبها من ايه؟ من القانون. بتجيب الاكس من دلوقتي من ايه؟ من القانون. ما بتجيبهاش من ايه؟ عن طريق ان انت تشوفها عن طريق الموضوع. تمام. نبدا بقى. اداني نفس المثال بتاع المره اللي فاتت، قال لي ان الكوره اللي موجوده في بركه عايزك تحسب لي هي اتغرقت نص الاتش، طول اتش اللي موجود مغمور في الميه كام. تمام. ار بتاعتي بتساوي 55 من 1000 ملم. تمام. مشكلة الطريقة دي انت اللي بتحدد هتبدأ من انهي نقطة. تمام. هناك كان بيديك قيمتين، انت هنا هتبدأ من انهي نقطة، يبقى انت هتحفظ قوانين بلس ان انت هتحدد انت هتبدأ من ايه. المفروض ان انا عندي الكورة هتتغرق من الصفر لكام؟ 11 من 100، مش هتعدي القيمتين دول. بس انا ايه اللي يخليني ابدا هنا وهي مش هتطلع فوق، واللي يخليني ابدا هنا والقيمه هتبقى ابعد منها؟ انا اخد المنتصف ما بينهم اللي هو نص القطر اللي ار بتساوي 55 من 1000، واقل منه شويه وهاخد منه الخمسه من 10، 5 من 100 او 5 من 10 تقريبا، وبدا بايه؟ 5 من 100. تمام. هبدا بايه؟ 5 من 100. يبقى انا كده اقل من نص القطر، وفي نفس الوقت بعيد شويه عن الاوبتيمم، وبعيد عن الايه؟ 11 من 100، وبقرب بنفس الوقت من ايه؟ من قيمه الاتش.
الموضوع ده كله هيخلص في 3 4 خطوات بالكتير. تمام؟ اجيب بقى ايه؟ يبقى انا قلت ان انا هبدا باكس بتساوي 5 من 100. تمام؟ يبقى الاكس 1 بتساوي اكس نود ماينس اف اوف اكس نود على اف داش اوف اكس نود. تمام؟ انا نسيت اكتب المعادله طبعا، ناسف. الاف اوف اكس بتساوي اكس ككعيب ماينس 165 من 1000 اكس تربيع بلس 3.993 في 10 سالب 4. تمام؟ راح اجيب الاف داش اوف اكس، اشتق المعادله دي. تمام؟ اللي هي 3 اكس تربيع ماينس 33 من 100 اكس. كده خلصنا. تمام؟ تفاضل الموضوع ده ثابت بصفر. تمام؟ هروح اجيب الاكس ايه؟ 1. اعوض اكس نود عندي بكام؟ 5 من 100 ماينس اف اوف اكس نود اللي هي 5 من 100 تكعيب ناقص 165 من 1000 5 من 100 تربيع بلس 3.993 في 10 سالب 4. الكلام ده على الاف داش اوف اكس نود اللي هي 3 في 5 من 100 تربيع ناقص 165 من 1000 في 5 من 100. الكلام ده هيطلع معايا بيساوي 0.6242. تمام؟ دي قيمة الايه؟ الاكس 1. هروح من هنا اجيب الايه؟ سيجما ايه بتساوي، قلنا ان هي اكس 1 ماينس اكس نود على اكس 1 في 100 بتساوي اكس 1 عندي بكام؟ 0.6242 ناقص 5 من 100 على اللي هي الاكس نود على 0.6242. كل الكلام ده هضربه في 100 هيطلع معايا بيساوي 19.9%. شوف نيوتن روبسون جابت لي 19% اول حاجه، ده اقل اساسا من اللي احنا كنا وقفنا عنده، وهي اساسا كانت في الاول في قضيه الباي سكشن جايبه لي 33%. متخيل كم الخطوات اللي هي اختصرتها في خطوه واحده. تمام؟ الخطوه الثانيه اروح اجيب الاكس 2 بتساوي اكس 1 اللي هي كام؟ 0.5.6242 ناقص، اعوض في المعادله دي بايه؟ بالرقم ده اللي هي 0.6242 تمام تكعيب ناقص 165 من 1000 في، اكمل المعادله على 3 في 0.6242 تربيع ناقص 33% في نفس الرقم. تمام؟ هتطلع معايا قيمة الـ اكس 2 بتساوي، تطلع معايا قيمة الـ اكس 2 بتساوي 0.6238. تمام؟ اروح اجيب ايه تاني؟ سيجما بتساوي، سيجما هنا بتساوي اكس 2 ناقص اكس 1 على اكس 2 في 100، اكس 2.6238 ناقص اكس 1 اللي هي 0.6242 على اكس 2 اللي هي
6 2 3 8 كل الكلام ده في 100 هيطلع معايا 0.0716%. فاين ده 19%. الثانية كانت بتنزل 13%، دي نزلت أساسا الرقم إن شاء الله. تمام؟ الخطوة الثالثة راح أجيب الإيه؟ إكس 3، دي آخر حاجة هنجيبها. إكس 3 بتساوي إكس 2 6 2 3 8 ناقص إف أوف إكس 2، هعوض في الإف أوف إكس اللي هي قيمة 6 2 3 8، هعوض في المعادلة دي بالقيمة الإيه؟ دي على اف داش وفي ايه 6 2 3 8 هيطلع معايا الاكس 3 بتساوي تطلع معايا 0.6 2 3 8. بص كده السلام نفس الرقم السيجما ايه بتساوي اكس 3 ناقص اكس 2 على اكس 3 في 100 تطلع بتساوي 0. اكس 3 بتساوي اكس 2 على 0. تمام؟ هو هنا ايه؟ الروت. المساله خلصت. تمام؟ الطريقه الثالثه هي السيكا. تمام؟ القانون فيها الاكس اي زائد 1 بيساوي الاكس اي ماينس اف اوف اكس اي في اكس اي ناقص اكس اي زائد 1 اف ناقص 1. تمام؟ على اف اوف اكس اي ماينس اف اوف اكس اي ناقص 1. تمام؟ اداني معادله قال لي ان الاف اوف اكس اي اس سالب اكس ماينس اكس دي المعادله. تمام؟ اه ايه ما بحبش كده. الاكس اي ناقص 1 قال لي ان هي بتساوي 0. اي الاكس نود بتساوي 1. تمام؟ هروح الأول مفيش عندي اشتقاق. تمام؟ هروح الأول أجيب الإيه؟ f of x i ناقص 1 اللي هي إيه؟ هعوض من دي بصفر. يعني إيه أس سالب إيه أس سالب صفر اللي هي بواحد يعني ناقص صفر. القيمة دي هتطلع بإيه؟ بواحد. تمام؟ و f of x نود تمام اللي هي بتساوي 1 اسف الاف اوف اكس نود اللي هو اللي الاكس نود ده اللي هو بيساوي 1. تمام؟ عوض في المعادله دي اللي هي بتساوي اي سالب 1 ناقص 1 هتطلع بتساوي بوينت سالب بوينت 6 3 2 1 2. تمام؟ هروح اعوض فين؟ في القانون ده. هعوض فين؟ في القانون ده. الاكس واحد بتساوي اكس اكس نود ماينس اف اوف اكس نود اكس نود ناقص ماينس اف اوف اكس نود على في اسف اكس نود ماينس اكس اي ناقص واحد اللي هي هنا هتبقى في صفر على اف اوف اكس نود ناقص اف اوف اكس سالب واحد. تمام؟ اكس نود اللي هي بواحد اللي هي بواحد ناقص f of x نود اللي هي عندي هنا طلعت معايا سالب بوينت تطلع سالب بوينت كام؟ سالب بوينت 6 3 2 1 2. تمام؟ في سالب مع سالب بموجب. تمام؟ في x i اللي هي الاكس نود اللي هي بواحد ناقص اكس اي ناقص واحد اللي هي صفر. تمام؟ على اف اوف اكس اي
اللي هي سالب بوينت 6 3 2 1 2 ناقص اف اوف اكس اي ناقص 1 اللي هي اف اوف اكس اللي هي اف اوف اكس ماينس 1 اللي هي الواحد. القيمه دي هتطلع معايا بتساوي بوينت 6 1 2 7 تمام. هو في المحاضره عشان يحاول يظبط الاشاره ديت حاجه عكس الاثنين دول الاثنين دول قدامنا في الموضوع، فمش مشكلتي، هو ده انه عمل كده براحته تمام. بعد كده دي اول خطوه. ثاني خطوه بروح اجيب برضو ايه الاكس نود بتاعتي بتساوي 1 والاكس اي هتساوي بوينت 6 1 2 7. فانا كده جبت الايه الاكس نود الاكس 1، اروح اجيب الايه الاكس 2 تمام. انا بكمل على نفس الايه السلسله اكس ماينس اكس ماينس 1 اكس نود اكس 1 اكس 2 تمام بتساوي الاكس 1 اهي. المفروض اروح اعوض بدي تمام في المعادله دي، هتطلع معايا قيمه اف اوف اكس 1 بتساوي سالب بوينت 0.7081 تمام. طبعا دي طلعت معايا كام اهي سالب بوينت 6 6 3 2 1 2 تمام. اروح اعوض اكس 1 تبقى اكس 1 ماينس اف اوف اكس 1 في اكس 1 ناقص اكس نود على اف اوف اكس 1 ماينس اف اوف اكس نود تمام. هيبقى عندي قيمه الاكس 1 هي 6 1 7 2 7 7 ماينس اف اوف اكس 1 طلعت معايا القيمه دي بوينت، خلينا نكتبها زي ما هو عايز بوينت 0.7081 في اكس اي اللي هي ايه اكس 1 بوينت 0.6127 ناقص اكس اي ناقص 1 اللي هي الواحد اللي هي الاكس نود على اف اوف اكس اي اللي هي اف اوف اكس 1 اللي هي طلعت معايا سالب بوينت 0.7081 ناقص اف اوف اكس اي ناقص 1 اللي هي اف اوف اكس نود اللي هي طلعت معايا سالب بوينت سالب ناقص سالب بموجب 6 3 2 1 2 هتطلع معايا قيمه اكس 2 ببوينت 5 6 8 بوينت 5 6 3 8 4 تمام. هروح اجيب نفس النظام اكس 3، عشان اجيب اكس 3 لازم يكون معايا اكس 2 اللي هي اللي قبلها والاكس 1 تمام. الاكس 1 معايا والاكس 2 انا جبتها، هروح اعوض بالاكس في ايه 2 في نفس الايه المعادله دي اللي هي بتساوي اي اس سالب 2 اس سالب بوينت 5 6 8 3 8 4 ناقص 5 6 3 8 4 هيطلع معايا قيمه البتاع ده ب 5 1 7 7 3 في 10 سالب 3. هاخد ده واشتغل نفس الايه النظام اللي هناك ده. عندي سيجما الايه في الموضوع ده بيساوي سيجما بيساوي القيمه ترو اللي انا جبتها في قيمه كده، هو بيكون مديها لي اول يعني لو انا عايز اجيب سيجما ايه لاول ايه لاول اتريشن هنا تمام. طب اكس اللي انا جبتها ناقص اكس ترو على اكس اللي انا جبتها تمام دي اكس ترو تمام. هتطلع معايا اول مره طلعت معايا تقريبا هو كان طلعت معايا 8%، بعد كده طلعت معايا في الخطوه دي 85% 58%، وهنا طلعت معايا كانت دي اخر خطوه بوينت 0.48
تمام في المية. تمام كده كانت مسألة أولى. الموضوع بساطة، السيك بيكون مديني المعادلة دي أنا حافظها، بيكون مديني معادلة، بيكون مديني كويشن، تمام، بيكون مديني اكس اي اللي هي اكس اي ناقص واحد اللي هي اكس سالب واحد، واكس اي اللي هي اكس نون. انا عايز اجيب ايه؟ اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثه اكس اربعه. عدد الاكسات كل ما بجيبها كل ما قيمه الايه؟ الاكس استبل ايه؟ قلت، وكل ما اقتربت من الروت اللي انا عايزه، تمام؟ ابدا اخد اكس واحد اكس ناقص واحد واكس نون، اعوض بيهم في المعادله دول، اجيب اف اوف اكس ماينس 1 واف اوف اكس نون، هيطلع معايا قيمتين، طلعت معايا واحد، طلعت اف اكس نون، طلعت معايا القيمه دي، تمام؟ هاخدهم دول بقوا معايا، بقى معايا ايه؟ الاكس نون واكس نون واكس ماينس 1 والاف اوف اكس نون والاف اوف اكس ماينس 1، تمام؟ هعوض بيهم هنا. انا عايز اكس واحد، يبقى اللي قبلها اكس نون في اف اوف اكس نون في اكس نود ماينس اكس ماينس 1 على اف اوف اكس نود ماينس اف اف اكس ماينس 1، تمام؟ طب لو انا عايز، افترض انا عايز اكس 4 مثلا، اكس 4 يبقى دي اكس 3 اف اوف اكس 3، تمام؟ اكس 3 ماينس اكس 2 على اف اوف اكس 3 ماينس اف اوف اكس 2، تمام؟ الموضوع مفهوم ولا في مشكله؟ تمام؟ نفس الموضوع نيوتن رافسون، بس ده ايه؟ صعب شويه على نيوتن رافسون عشان القانون بتاعه كبير شويه. نيوتن رافسون هو اسهل واحد. اكس اللي انا جبتها ماينس اكس ترو على اكس، هو مش موجود في المحاضره، هو كان بعته. ايه اللي هيتحفظ في المعادله؟ المعادله. هجيبه لك دلوقتي. مفيهاش حاجة صعبة، يعني مثلا 3 ناقص 2 على 3 اللي هو النيو ده، هو المعادلة؟ لا، شوف السيجما، السيجما ايه؟ اه هي اكس ناقص ترو فاليو ناقص الابروكسيميت فاليو على ترو فاليو. هو بعد كده ترو فاليو هو بيكون مديها لك ترو فاليو ناقص الابروكسيميت فاليو اللي انت لسه جايبها على ترو فاليو. هو كان مديها في المحاضره ب 5 6 7 1 4 3 2 9، تمام؟ في 100 هتطلع معايا القيمه، تمام؟ فأي حاجه مش مفهومه في السيكل؟ ده كده حل المعادلات النون لينير اللي احنا خدناها اصلا. الثلاث طرق، طريقه البايسكشن ودي اطولهم، وطريقه النيوتن رافسون هي اسهلهم واحسنهم. اسهل واحده بالنسبه لينا ده اكس مش عارف ايه وبتاع، اكس واحد ناقص اف اوف اكس على اف اكس دات، سهل اسهل من دي. وطريقه السيك تمام، الحوار بتاعها مش كبير. البايسكشن هي اكتر واحده بتلخبط، بص انا بشتغل قد ايه؟ بغني عيد، بروح كل شويه عيد، تمام؟ انما دي انا ما بعيدش.